السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواتي الأعزاء، تحية طيبة لكم. إن شاء الله بقدم في كلمة مختصرة جدا بأن الفرق بين حاجتين، الفرق بين المشاهدات على الفيديو اللي حضراتكم بتطلبوها. الفيديو المشاهدات اللي أنتم بتطلبوها على الفيديو ده مشاهدات من سيرفر، وبناء على كده لو أنت محتاج عدد تحت مجرد رقم تحت الفيديو وخلاص، مجرد رقم تحت الفيديو وخلاص، لا يضيف لك شيء، لا مفيش ربح ولا في استفادة منه، هو مجرد وجهة بس أنت بتحسن شكل الفيديو، ما جابلكش مشاهدات فبترفع مشاهدات، مجرد رقم بس ما فيش منه اي استفادة. اما 30 ساعة اللي حضراتكم بتاخدوها دي 30 ساعة مشاهدات على القناة بتاعتك. القناة بتاعتك لو فيها مثلا 50 فيديو فيها 100 فيديو، بالكمبيوتر بيفضل شغال عليها، يخلص الفيديو الاول يروح على الفيديو الثاني، يخلص الفيديو الثاني يروح على الثالث وهكذا، يعني قناتك بتتفتح كلها. فانت طبيعه الحال انت اللي بتستفاد بده، لان لو في اعلانات في الفيديو، انت لو قناه مفعله الاعلان بالشاف، والاعلان اللي بعده والاعلان اللي بعده، حتى لو الاعلان وصل الى نص ساعه فانت مستفاد منه. لكن انا مش عارف ليه انتوا حابين المشاهدات اللي هي لا تسمن ولا تغني من جوع، وحذاري من هذه المشاهدات. بقول لكم اهو جوجل ادسنس صاحي. شكرا لكم.